لو الحكاية فيها إن فيتو محامي بالنقل شهر حسين البرع محامي بالنقل تمام يا فندم. ايه هي اسباب رفض حضراتكم للطعون؟ بتكون ناس في القوائم غير فئات اسباب رفضي للطعون الثلاث انها ليس لها ظهير قانوني ولا دستوري، وان المصالح العليا للبلاد سواء التي اكدتها الحوار المجتمعي الذي اجراه المستشار عدلي منصور رئيس البلاد رئيس الجمهوريه السابق، في انها طالبت رئيس الجمهوريه في هذا الحوار المجتمعي ان يكون الفئات التي تم تمييزها الفئات السبع التي تم تمييزها هي في باب انتقالي، مش على طول هيتم التمييز، ده لمرحله نيابيه محدده، لمرحله انتقاليه محدده. فلما يكون هذا التمييز له اساسا في الدستور فما هو العوار عشان تقول لي الغي الانتخابات او اقبل الطعون؟ ما هو العوار اذا كان التمثيل المنضبط للسكاني راعى الكتل السكانيه الكبيره الا تتغول على الكتل السكانيه الصغيره بحسب وادمج ذلك حتى لا يكون هناك او لا يساعد هناك التغول من التكتلات السكنيه الكبيره على التكتلات السكنيه الصغيره. بحسب مقدمي الطعون بيقولوا ان عندهم مشكله في وجود رموز الحزب الوطني اللي اعترفت بيهم المحكمه برئاسه المستشار الاستاذ ذكر اسمه ووجودهم في الانتخابات. يا فندم هذا ليس لا موضوع اخر يكون باسباب قانونيه تحول بينه وبين الترشح ويكون له سند دستوري ويكون له سندا في القانون وفي الدستور. اما الاسباب القانونيه التي تحول في الترشح ليس مجالها امام المحكمه الدستوريه، دي مجالها في القانون ودي منوطه بلجنه قبول الطلبات او لجنه قبول طالب الترشيح انه مقبول في المرشحين او لا. دي ليس مجالها في الدستور او في امام المحكمه الدستوريه، دي امامها القضاء الاداري. اذا كان هناك حكم يحول او سندا قانونيا يحرمه من مباشره حقوقه السياسيه فليتقدم به في صوره طعن وليس امام المحكمه الدستوريه العليا، او يطعن بها امام محكمه القضاء الاداري التي مختصه من اجراء فتح باب الترشيح لحد قبل الانتخاب الصبح الساعه 8 قبل اجراء العمليه.